وطلاب كلية هندسة تحديدا في جامعة كفر الشيخ نظموا ممر شرفي في آخر يوم من الامتحانات لتكريم زمايلهم عشان يقدموا له الشكر كنوع من العرفان وتكليل لمجهوداته معاهم طول العام الدراسي. يمكن الممر ده قدموه زي ما قلت يا جمانة رسالة شكر وتقدير وعرفان، لأنه قدم لهم خدمات متعددة زي مثلا شرح وتبسيط المناهج وتخفيف الأعباء عنهم، وكمان وفر عليهم مصاريف الكورسات الخاصة. إيه الحكاية بالضبط؟ هي دي اللي هنعرفها من خلال هذا التقرير. على أبواب كلية الهندسة بكفر الشيخ اصطف عدد من الطلاب لينظموا ممراً شرفياً وسط تصفيق حار من الطلاب تكريماً لزميلهم محمد الشافعي الذي حملوه على أكتافهم وطافوا به الحرم الجامعي نظراً لما قدمه لهم من مساعدات ومجهودات. رسم بورتري وشهادة تقدير والتقاط الصور التذكارية معه، ملامح من الاحتفال نظمها الطلاب لزميلهم صاحب ال 22 عاماً بالفرقة الثانية بقسم الهندسة المدنية في مشهد رائع ومبهج بينهم. مجهود متواصل غير منقطع قدمه الطالب لزملائه على مدار العام الدراسي تمثل في شرح وتبسيط المناهج وتخفيف الأعباء عن زملائه ومنحهم المحاضرات الفائتة منهم، بجانب الذهاب لمنزل زملائه في بعض الأحيان لمساعدتهم في أي أمر يخص دراستهم، وحيث كان يلجأ إليه الجميع ويتعاملون معه كإخوته، ووفر على زملائه مصاريف الكورسات مدفوعة الأجر، وكان رده دائماً هو رفع شعار حب الخير والتعامل بالخلق الحسن بجانب العلم نفسه. حالة من الدهشة والمفاجأة عاشها الطالب محمد الشافعي لحظة خروجه ومفاجأته من زملائه بهذه الحالة التي صنعوها من أجل رسم الابتسامة على وجهه وإدخال السعادة إليه، والذي اعتبره بمثابة الاعتراف بالجميل ورده من أصدقائه بالفرقة الدراسية، مؤكداً لهم استمرار سعيه لتقديم كافة الخدمات لهم وتذليل كل الصعوبات أمامهم بقدر استطاعته في الأعوام القادمة.